إذن نرحب بالسيد عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك معنا سيد يا عدنان. أهلا بك. أهلا. إذن هل هنالك أخبار جديدة عن نتائج عينات جديدة لربما في إربد وخصوصا فيما يتعلق بسائقي الشاحنات؟ نعم، هذا اليوم صدرت عدة نتائج للفحوصات التي أجريت بالأمس وهو الأمس، وجميعها كانت سلبية. لم نسجل أي حالة بين هذه الفئة. وبالنسبة لعمان العاصمة، تم إرسال عدة فرق لفحص جميع السائقين الذين قدموا عبر الحدود الأردنية ودخلوا أراضي المملكة حتى نتأكد من خلوهم من هذا المرض. طيب سيد عدنان، متى سيتم العمل بالفحوص الجديدة التي أعلن عنها؟ ولو تحدثنا أيضا عن آلية هذه الفحوص والغاية منها أيضا. أي فحوص تقصدين؟ الفحوص التي تعني المناعة المجتمعية، ما المقصود بالمناعة المجتمعية؟ هسا بالنسبة للمناعة المجتمعية، وهي ترك الأمور يعني بين الناس، انه كل الناس تنعدى من بعضها البعض، ويتولد عند هؤلاء الناس مناعة وتسمى مناعة مجتمعية. نحن لم نسلك هذا المسلك من التعاطي مع هذا المرض، وانما احنا سلكنا منحى آخر، وهو تتبع جميع الحالات التي تثبت إصابتها بهذا المرض، وجميع المخالطين لهذه الحالات يتم استقصاء الحالة والمخالطين ومخالطين المخالطين حتى يتم السيطرة على أي بؤرة تحدث فيها إصابات، ولم نتطرق إلى موضوع المناعة المجتمعية. طيب ماذا عن التجهيزات لاستقبال الطلبة من الخارج وعدد المحجور عليهم حاليا؟ نعم، تم إعداد خطة متكاملة من كافة المؤسسات ذات العلاقة حتى يتم استقبال جميع المغتربين سواء كانوا طلبة أو غير طلبة، وسيتم التعامل مع هؤلاء عند قدومهم إلى أراضي المملكة بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيتم أيضا إجراء فحوصات مخبرية لجميع القادمين إلى أراضي المملكة حتى نتأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس أثناء تواجدهم في تلك الدول. كم عدد الموجودين سيد عدنان في الحجر الصحي حاليا وفي العزل؟ نعم، هسه حاليا في الحجر الصحي المتواجدين فقط السائقين الذين يدخلون الى اراضي المملكه، وعددهم ليس بكثير، لكن الموجودين في العزل هم الاصابات الموجوده في مستشفى الامير حمزه ومستشفى الملك المؤسس، وعددهم حوالي 137 مريض. طيب سيد عدنان، بعد إعادة الحياة للعقبة بشكل تدريجي، يعني كإجراء احترازي، هل هنالك نية لتوصية من قبلكم لفرض سياسة الكمامة للجميع على غرار البلدان التي اتبعت هذه السياسة كهونغ كونغ وسنغافورة، والتي فعلا أدت إلى يعني نجاعتها أو أثبتت نجاعتها؟ نعم، كما تعلمين بالنسبة لاستخدام الكمامة والكفوف أو يعني حتى بين البشر أصبحت ثقافة. طبعا بعض الناس لا يلتزمون بارتداء الكمامة أو الكفوف، طبعا هاي بتعود إلى قناعتهم الشخصية، ونحن عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر الإذاعات والقنوات مرارا وتكرارا نبهنا ومن ضرورة
ارتداء الكمامات أثناء الذهاب إلى الأسواق حتى في المنزل. إذا كان أي شخص بيعاني من أي أعراض تنفسية حادة موجودة عنده سواء كانت رشحة أو إنفلونزا بارتداء الكمامات حتى ما يعدي الآخرين. المصاب بأي أعراض تنفسية حادة إجباري يجب عليه ارتداء الكمامة حتى لا يعدي الآخرين. لكن هي الكمامة يعني بحد ذاتها كما تشاهدين يعني الفرق الاستقصاء الوبائي لا يستطيع من أخذ أي عينة من أي شخص قبل ما يلبس كل جميع الملابس الواقية من أبرهول ومن كمامة ومن كفوف حتى يحمي نفسه ويحمي الآخرين. طيب سيد عدنان، هل هنالك مقياس رقمي أو جدول زمني من خلال يعني المقاييس والتوصيات الطبية لإعادة الحياة لمحافظات أخرى بعد العقبة؟ نعم، اللجنة الوطنية للأوبئة تدرس المعطيات الموجودة على الساحة الأردنية أولا بأول، ونحن بصدد التدرج بإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا بحيث نحافظ على المستوى الذي نحن عليه الآن وهو الوضع الوبائي في المملكة الأردنية. نحن مرتاحين للوضع الوبائي في المملكة الأردنية الهاشمية، وحسب مقارنة الأسابيع الستة من بداية الأزمة وضعنا في الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي وضعنا مريح، ونحن سنتدرج في إعادة الحياة إلى طبيعتها لكن بالتدريج مع الحفاظ على السلوكيات. نعم. التي بدأنا فيها من بداية الأزمة وهي التزام كافة المواطنين بالقرارات والتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة ومن الحكومة بشكل عام. مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة السيد عدنان إسحاق، شكرا جزيلا لك.